أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 من فبراير الماضي عقب قرار تحرير سعر الصرف بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام. وأضاف المركزي أنه سبق وتم تطبيق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فيها أيضا. وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه تعزيز ثقة في الاقتصاد. كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج مرة أخرى دون أي قيود. معنا بالصوت والصورة الأستاذ وليد محمود الخبير المصرفي ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع وعن تفاصيل الخبر. أستاذ وليد تفضل يا فندم، تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وما هي مجمل يعني القيود التي تم إلغاؤها حتى الآن. اهلا بحضرتك. طبعا تفاصيل الخبر ده بيؤكد على حدوث انفراجة في أزمة سعر الدولار، وده يؤكد على مدى ثقة أصحاب القرار في مصر على وضع الاقتصاد المصري. احنا طبعا واقفين دلوقتي على أرض صلبة، يعني كان في الفترة اللي فاتت ما كناش نقدر ان احنا ناخد القرار ده، لكن كون ان احنا ناخد القرار ده وطبعا قبل منه ان احنا لغينا القيود على سحب من الكريدت كارد، سحب العملة بالدولار، احنا بعد التعويم قدرنا ان احنا ناخد حجم من القرارات اللي كلها فيها الغاء للقيود، لان طبعا احنا كنا الدولار كنا بيتم دعمه، فبالتالي كنا حريصين على ان عدم اهدار الدعم ده او استغلاله او المتاجره بيه. لكن بعد تعويم الجنيه احنا مؤخرا قدرنا ناخد القرارات اللي بترفع القيود كلها، واخرها طبعا القرار ده اللي هو كان مهم جدا اللي بيصب في مصلحه الاقتصاد المصري، بيأكد ثقه الاقتصاد المصري، بيؤكد ان هناك انفراجه في ازمه سعر الصرف وصعوبه الحصول على الدولار وحجم السيوله من الدولار لدى البنوك، وبيتيح للمستثمرين التحويل ارباح شركاتهم واستثماراتهم ويشجعهم على الاستثمار ويتيح لهم تحويل أرباح استثماراتهم إلى الخارج. نعم، توقيت هذا القرار ومدلوله أو يعني آثاره على الاقتصاد المصري أستاذ وليد. آثاره بمنتهى البساطة هيشجع الاستثمار، يعني لما يكون المستثمر عنده الفرصة ان هو يقدر ان هو ببساطة هتكلم حضرتك ببساطة الرجل المصري اللي بيشتغل واللي عايز يكون دخل هنا في مصر، فعجلة الاقتصاد هتدور لما يكون في استثمار، الاستثمار هيخلي عجلة الاقتصاد تدور. وانا في الاخر بوصل رسالة مهمة جدا للمستثمر الاجنبي، تعال اشتغل اكسب وكسبني، شغلني، شغل، خلي المصانع تشتغل، خلي العمالة تشتغل، خلي حركة الاقتصاد تدور. فده المدلول اللي بيؤكده القرار اللي زي ده. خلاص مفيش القيد اترفع، المبدأ اللي هو دعه يعمل دعه يمر، احنا عايزين ناس تشتغل، عايزين ناس تيجي تشتغل وتكسب والمواطن بتاعي يستفيد من ده ويحقق مكسب ويشتغل، فده ليه تأثير إيجابي جدا جدا على الاقتصاد المصري. سريعا أستاذ يعني وليد، هل من إجراءات أخرى ننتظرها في الفترة القليلة المقبلة؟ احنا عامة رايحين في الاتجاه توفير البيئة الصحية المناسبة،
البيئة، احنا بنبعد عن البيئة غير المناسبة، وبنبعد عن البيئة اللي ممكن تولد سوق سودة وسوق موازية. بالعكس احنا بنقرب من البيئة الصحية، بنرفع القيود. كل القرارات اللي هي ممكن تصب في مصلحة المستثمر، سواء المستثمر استثمار مباشر او اللي بيستثمر في البورصة، هي دي المرحلة اللي احنا رايحين لها، واحنا بنطلع بناخد خطوات لقدام في اتجاه الاقتصاد المصري. شكرا، انا بشكرك بالصوت والصورة. كان معنا الاستاذ وليد محمود الخبير المصرفي، شكرا لك.